السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا شباب هنشوف كده أنواع متعددة من أنواع زيوت السيارات، تمام، والمحركات. دوت زي ما انتم شايفين كده شيل، شايفين ده نوع، ادي نوع تاني برضو من شيل. طبعا العبوة دي بتيجي لتر، جميلة جدا. نوعية بتروجين يو دي، كوندا، نمبر وان محمد رمضان، عشان العربيات بتاعته. زيت تويوتا، بترومين، في بيور جارد، جي بي تاني، نمبر وان كمان امريكي، ميد ان يو اس اي. دي ممكن تكون حاجات هيدروليك، زيوت الجير والهيدروليك باور والحاجات ديت. كاسترول، حاجات اقوى الانواع الكاسترول بصراحه. في منه نوع تاني تويوتا، بترومين A1، حاجات بصراحة روعة. لكزس، للديزل بقى، دوت للديزل يا جماعة. توتال، شفتوا التعدد الانواع الزيوت عامل ازاي. توتال تاني الذهبي، اللي عايز يعرف عنه كتير. العبوات كلها زي ما قلت لكم لتر، نيسان،
فيه كمان عبوات لتر برضو اللي هو سوبر جي تي 50W أو 20W على 50. في عندنا الجلف مشهور جدا ومعروف. في الجلف برايد سوبر سبيشال. انتاج سعودي. في الموبيل. برضو موبيل انتوا عارفين طبعا من الحاجات المشهورة والمعروفة. تيتان. باور بتاع الديزل ده برضو زيت محركات الديزل. يعني تنوع غير طبيعي في الزيوت. حاجة بصراحة جميلة جدا وما تخليكش تحتار وتشوف كل اللي انت عايزه والاسعار والتنافس الجميل الرائع اللي احنا محتاجينه يكون موجود. وادي اهو حطينا طبعا احنا حطينا زيت ايه؟ كاسترول. ورينا الماركة بتاعته. كاسترول. تمام شكرا. كل انواع الزيوت يا جماعة موجودة في بنزينة الدريس في اشارة شبه الجزيرة تقاطع شبه الجزيرة مع طريق ابو عبيدة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير. شكرا لكم والسلام عليكم.